قررتي ليه؟ ما كنا راح نكبر، وليه ما حدا منا مستعد انه يبارك للي ممكن يصير بينك وبين ولدنا؟ وليه مستحيل تنجح قصتكم مهما سويتوا؟ بس صدقيني انا مالي دخل ابد باللي صار. بس انت سكتي، وانت بنت هالعائله، وهذا يكفينا. انا من هذه العائله، بس صدقيني انا ما اشبه لهم ابد، ولا راضيه عن اللي يسوونه. وش يسوي الواحد عشان يشيل هذا الماضي؟ هالكلام سمعناه كثير وما صرنا نصدقه الحين. كل واحد فيكم يقول أنا غير، بس الأجال جت تدورون على أقرب سكينة حولكم وتطعنونها. بس هالمرة الطعنة ما كانت في الظهر، الطعنة كانت في القلب، وهذا يوجع أكثر. شوفي، مهما تسوي دمك ما راح يتغير، عروقك يجري فيها سم، لا اليوم ولا بكرة ولا بعد 100 سنة ما راح تغيرين، لأنك بنت البهتاني.